تم تمكن من معالجة 4 قضايا نوعية منفصلة، حجز خلالها 220,615 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغرام، وتوقيف 8 أشخاص وحجز 5 مركبات. الفرق الإقليمية المعنية تفتح التحقيق في هذه القضايا من أجل التعمق فيها وتحديد مصدر هذه السموم والأسلوب المتبع في تهريبها والمتاجرة بها، وسوف يتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.